طيب كده بيجوا كم 20؟ طيب السلام عليكم. الصوت كده واضح، بس يا ريت لو الناس تكتب في الكومنت لو الصوت واضح عشان بعد ده اقدر اواصل ولا ما اواصل. شباب السلام عليكم، بس يا ريت لو حد يكتب الصوت واضح. تمام. طيب أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله. رمضان كريم عليكم، وكل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله، صايمين وسالمين، وإن شاء الله يعني يا رب زي ما بيقولوا تصوموا وتفطروا كده إن شاء الله على خير، وإن شاء الله العيد الجاي يكون عيد خير علينا إن شاء الله. نكون زي ما بيقولوا سالمين وعافين من زي ما متابعين من الوباء الحاصل في العالم، إن شاء الله نمشي لخطوات أحسن لقدام يا رب. طيب أول حاجة أنا أعرف عن نفسي، أنا دكتور مهند عبد الرحيم مرغني، أنا شغال أخصائي مكافحة عدوى. طيب وأول حاجة أحب أوجه الشكر لمنصة السودانيز ريسيرشر انيشيتيف، إن هي أدتني الفرصة إنه من هنا أقدر أتكلم عن المواضيع اللي بتهم أو اللي بتخص وباء الكوفيد 19 من ناحية مكافحة العدوى. وبرضو أخص بالشكر تاني لصفحة دار، ولو ما عارفين دار دي شنو أو ما سمعتوا عنها قبل كده، دار هي عبارة عن ريسيرش كاباسيتي بيلدينج، هي عبارة عن مجموعة من الشباب الباحثين المتميزين جدا، هم شغالين في اللي هو تعزيز البحث العلمي وتنمية قدرات الباحثين في السودان، اللي هم اسمهم دار، وهم عندهم صفحة هنا في الفيسبوك بالاسم بتاع دار اللي هو دي اي ار، ممكن تلقاها في الفيسبوك. وهم صراحة ناس متميزين جدا، وصدقوني يعني الناس لازم تعمل لهم فولو عشان يعني فيها هتكون فايدة كبيرة للناس من ناحية البحث العلمي. طيب أنا عشان أبدأ وما أطول عليكم إن شاء الله، هبدأ أتكلم باختصار عن الحاجة اللي أنا داير أعملها هنا. شنو أول حاجة داير أنبه الناس؟ دي هي سلسلة من المحاضرات، هي ما محاضرة واحدة، وهي أنا ما بحب أسميها محاضرات، هي كنوع من الديسكشن كويس بخصوص الكوفيد 19، وبالذات عن طريقة الانتقال للعدوى للفيروس، عشان نقدر، لأنه نحن لو من البداية أو من الأساس فهمنا كيف العدوى بتنتقل هنقدر نفهم كيف نحن نحمي نفسنا من العدوى. فهي واحدة من البيزك اللي لازم نحن نقدر نتكلم عنها، فهي ما محاضرة واحدة، هتكون في سلسلة من المحاضرات إن شاء الله. هتكون في كل وقت، في كل محاضرة هيكون في إعلان عن المحاضرة نفسها، هتكون مذكورة أو هتكون معلن عنها في الصفحة، صفحة سودانيز ريسيرشر انيشيتيف، وهتكون في صفحتي أنا ذاتي الشخصية، وبرضو في صفحة دار اللي هو اللي كانت اتكلمت عنها قبل شوية. طيب المحاضرات هي شنو؟ أول مواضيع هي شنو؟ باختصار أول حاجة إحنا الليلة إن شاء الله هنبدأ من الأساس، هنتكلم عن حاجة اسمها chain of infection اللي هو سلسلة انتقال العدوى، اللي هو سلسلة انتقال العدوى، ودي لازم نحن نبدأ بها من الأساس عشان نفهم العدوى دي ذات البروسيس بتاعتها عاملة كيف، أو الانفكشن بروسيس عامل كيف هو نفسه. يعني باختصار كيف العدوى، كيف الفيروس ده بيصل لجسم الإنسان وبيصيبه بالعدوى. فإحنا لازم نبدأ بالحاجة دي كأساس، ومنها نمشي خطوات لقدام عبر عن طريق المحاضرات الجاية اللي هو هتكون مثلا بعد ما ننتهي من الليلة. هنتكلم تاني عن دور مكافحة العدوى، دور مكافحة العدوى في شنو بالضبط؟ في وقت الأزمات أو وقت المخاطر، يعني في الإميرجنسي مانجمنت. نحن عارفين طبعا في حاليا نحن في فترة إميرجنسي، فترة طوارئ، زي ما أعلنت منظمة الصحة العالمية إن هي أعلنت حالة الطوارئ، لأنه في وباء هو مهدد للصحة العامة في العالم كله، فبالتالي نحن في فترة الطوارئ. في فترة الطوارئ دي بيكون قسم مكافحة العدوى أو مجال مكافحة العدوى عنده دور كبير جدا وأساسي جدا في محاربة الوباء، وباء الكوفيد 19، فدي هنتكلم عنها المحاضرة الجاية إن شاء الله. بالنسبة للمحاضرة الثالثة إن شاء الله هنتكلم عن كل الوسائل الوقاية والاحتياطات القياسية والاحتياطات الإضافية اللي هو دي كلها بتخش تحت اللي هي معايير مكافحة العدوى. وهنا في المحاضرة دي، المحاضرة الجاية دي يعني إن شاء الله هتخص بالمعايير
المؤسسات الصحية، يعني هتكلم عن وسائل الوقاية وكل الاحتياطات اللي بتخص المؤسسات الصحية. نبدأ من اللي هي برايمري هيلث كير، من مراكز الصحية الأولية، وممكن نمشي للسكندري هيلث كير، ونمشي للتيرشري هيلث كير، وممكن نتكلم ذاته عن مراكز العزل اللي هي ذاتها، أو المستشفيات اللي بتكون ديديكيتد للبيشنتس السسبكتد أو الكونفيرم باي كوفيد 19. دي بالنسبة للمحاضرة الثالثة. المحاضرة الرابعة هنتكلم إن شاء الله عن اللي هو الهيلث كير اكسبوجر ريسك اسيسمنت، واحدة من المواضيع العاملة جدل كبير جدا جدا، ممكن يعتبر في الوسط السوداني حكاية والله لو في كادر صحي هو يتعامل مع عيان مصاب أو مشتبه، طيب الكادر الصحي ده نسبة تعرضه للعدوى قدر شنو؟ كيف أنا بقيم بقيم إنه هو تعرضه، هل هو at high risk، هل هو at low risk؟ 200 هو يمشي البيت ويخلي الشغل، 200 يواصل في الشغل، دي إن شاء الله هنتكلم عنها في المحاضرة الرابعة. فهو مبدئيا كده إن شاء الله هيكون في 4 محاضرات ابتداء من الليلة. الليلة إن شاء الله، عشان أعيد تاني ونبدأ طوال نخش في الموضوع، هنتكلم عن طيب الصوت ما واضح؟ طيب بس معلش يا جماعة، لو الصوت واضح بس ممكن زول يعلق، عشان لو الصوت واضح بس الناس تقول الصوت واضح. طيب بالنسبة للصوت يا شباب، طيب والله بس السماعة للأسف يعني السماعة ما متوفرة حاليا جنبي. طيب طالما الصوت واضح دي حاجة كويسة. طيب هنتكلم الليلة إن شاء الله عن حاجة اسمها سلسلة انتقال العدوى، كويس، اللي هي الشين اوف انفكشن. يعني شنو الكلام ده باختصار؟ الكلام ده هو معناه إنه العدوى، كويس، هي بتمر بمراحل أو بتمر بحلقات كده لازم تواصل فيها كلها، عشان في النهاية هي تصل ل منو؟ تصل ل اللي هو جسم الإنسان وتصيبه بالعدوى. طيب السلسلة بتاعت الانتقال دي هي زي ما من اسمها هي سلسلة، هي بتتكون من 6 عناصر رئيسية، بتبدأ من الايجنت نفسه، بتبدأ من الجرثومة نفسها، والجرثومة دي زي ما قلت قبل شوية بتمر بحلقات، الحلقات دي بتكون متصلة مع بعض عشان في النهاية تصل، أو زي ما بقولوا مراد الجرثومة دي إن هي تصل لجسم الإنسان عشان تصيبه بالعدوى. طيب نمشي عليهم باختصار كده ونشوف بالنسبة للعناصر دي هي شنو، ونمر عليهم سريع سريع عشان ما تكون المحاضرة طويلة. طيب بالنسبة أول عنصر في الشين أوف انفكشن اللي هي حاجة اسمها الايجنت، اللي هي الجرثومة نفسها. طيب الجرثومة هنا أنا بتكلم عن مين بالضبط؟ أنا بتكلم هنا عن يا إما بكتيريا، يا إما فيروس، يا إما فانجاي. ونحن عارفين أصلا تعريف العدوى هي شنو، أو تعريف الانفكشن هي شنو. الانفكشن هي عبارة عن مرض بيصيب الإنسان بيكون مسببه جرثومة، تمام، اللي هي بتميز الحاجة دي شنو، بتميز إنه الجرثومة دي ممكن تنتقل من إنسان لإنسان أو من حيوان لإنسان، المهم هي قابلة للانتشار وقابلة للانتقال، فهي دي المسمى بالنسبة للانفكشن. طيب فلازم يكون أول حاجة أنا عندي جرثومة. طيب دي بالنسبة للعنصر الأول، أنا هتكلم بصورة عامة وبعدها هطبق السلسلة دي على اللي هو الكوفيد 19 فيروس. ده بالنسبة للعنصر الأول لازم يكون في ايجنت، فيروس يا إما بكتيريا يا إما فانجاي. العنصر الثاني الجرثومة نفسها لازم تكون هي عندها ريزرفوار، ريزرفوار دي زي ما شايفين باللهجة الفرنسية اللي هي المسكن أو المأوى بتاع الجرثومة. الجرثومة في النهاية زي الكائنات الثانية، هي لابد لها من مأوى عشان تقعد تسيرفايف، تكون قاعدة حية فيها، لكن المأوى دي هي ما شرط تتكاثر فيها، في بعض اللبس مرات في المصطلح بتاعت الريزرفوار إنه هو إلا الجرثومة تكون قاعدة بتتكاثر، لا. المأوى دي باختصار هي مكان بيكون الجرثومة قاعدة فيها حية، يعني شنو هي سيرفايفل بليس بالنسبة لها، مكان هي بتحيا فيها، لكن ممكن تتكاثر فيها وممكن ما تتكاثر فيها. وبالنسبة للمسكن أو المأوى هي دايما بتكون 3 حاجات رئيسية، اللي هي بتكون دايما الأولى يا إما الإنسان يا إما الحيوان يا إما الإنفايرومنت أو البيئة، تمام. فدي باختصار دي الريزرفوار. بعدها نمشي للبورتال أوف إنتري، البورتال أوف سوري البورتال اوف اكزيت، اللي هو الجرثومه دي من المأوى بتاعها لازم يكون عندها مخرج، طيب عشان هي تخرج منها وتقوم تنتقل وتمشي بعدها اللي هو مثلا للانسان.
المخرج دي هي دائما بيكون شنو؟ المخرج يا اما بيكون عبر الجهاز التنفسي، كويس، اللي هي عبر الجهاز التنفسي بيكون كيف زي ما شايفين حاليا بالفيروس ده، انه بيكون عبر الرذاذ اللي بيكون طالع من الكحة ولا طالع من العطس ولا حتى من الكلام. يعني حتى انا بتكلم معاكم كده، وبالذات الناس اللي بتتكلم بصوت عالي، فخلال الكلام بيكون في رذاذ بيطلع من الخشم، فهي دي ده المخرج بالنسبة للجرثومة. المخرج بالنسبة لها هي منطقة الأنف ومنطقة الفم، فعن طريقها بتخرج رذاذ عشان تمشي تسافر أو تنتقل للطرف الثاني. ممكن دي زي ما قلنا الريسبيراتوري. في برضه مخارج تانية بتكون زي مثلا الجهاز الهضمي اللي هو لا مؤاخذة بيكون عن طريق الفضلات، كويس. في تاني ممكن يكون المخارج عن طريق الدم، الأكثر مثال مشهور للحاجة دي اللي هي زي الهيباتايتس بي والإتش أي في والهيباتايتس سي، اللي هي بتكون دائما بتخرج عن طريق الدم عشان تخش للطرف الثاني برضو عن اللي هو طريق الدم. فبالتالي هي في قاعدة عامة عموما في السلسلة بتاعة انتقال العدوى، إنه دائما طريق المخرج هو نفسه طريق المدخل. يعني أنت لو عندك جرثومة هي بتخرج عن طريق الجهاز التنفسي، وزي ما قلنا الجهاز التنفسي بيكون بالرذاذ، تمام، لما يجي يدخل للطرف الثاني بيخش برضو عن بنفس الطريقة، بيخش بنفس الطريقة اللي هو هيكون برضو عن طريق الجهاز التنفسي، تمام. فدي قاعدة عامة الناس تكون عارفاها. فطيب دي هي البورتال اوف اكزيت. بالنسبة للمود اوف ترانسميشن، بعد البورتال اوف اكزيت، بعد ما في مخرج، في سكة بتاعت مخرج، طيب المخرج ده عشان الجرثومة نفسها تنتقل من إنسان لإنسان آخر لازم يكون في طريقة تنتقل بها. يعني زي ما أنا قاعد في المحطة حقت المواصلات بيجيني بص بركب الحافلة عشان أمشي بها لمشوار مثلا عشان أمشي بها، فدي وسيلة نقل. نفس الشيء الجرثومة عندها وسيلة نقل اللي هي بتتقسم بثلاثة وسائل رئيسية، اللي هي الأولى والأكثر شيوعا عموما في كل الانفكشنز، اللي هي الانتقال عن طريق الكونتاكت ترانسميشن او عن طريق التلامس. ويعني شنو عن طريق التلامس؟ يعني اي انفكشن بينتقل عن طريق اليدين، اي انفكشن بينتقل عن طريق اليدين هي تعتبر حاجه اسمها كونتاكت ترانسميشن. اللي هي في الحاله دي ممكن تكون حاجتين، الكونتاكت ممكن تكون دايركت وممكن تكون اندايركت، ممكن تكون بصوره مباشره وممكن تكون بصورة غير مباشرة. بصورة مباشرة انه بيحصل فيزيكال كونتاكت او تلامس مباشر مع الشخص المصاب. يعني انا عندي شخص مصاب قدامي وقمت سلمت عليه وهو شخصيا في يده، ولا يعني هبشته ولا لمسته هو شخصيا بطريقة مباشرة، ومن غير ما انا انظف يديني او اعمل اي المعايير الوقائية. فقمت شنو؟ فقمت بعد ده مثلا اكلت، هبشت نخرتي، هبشت عيني، فبعد ذاك بيحصل انه الجرثومة عن طريق يدي بتخش الجسم. فبالتالي اي حاجه بتنتقل عن طريق اليدين هي تعتبر حاجه اسمها كونتاكت ترانسميشن، اللي هو هسه زي ما قلت ده مثال على التلامس المباشر. الغير مباشر انه انا بلمس الاسطح الوسيطه، يعني هبشت الترابيزه، يعني انا تعاملي ما مع الشخص المصاب بيكون بصوره مباشره، لكن تعاملي مع الاسطح اللي بتكون ملوثه غالبا، فانا هبشت الاسطح ولا هبشت الحته اللي حوالين الشخص المصاب. بالتالي نفس الطريقة من يدي خشية الجسم عن طريق الأنف ولا مثلا الفم ولا كان العين، برضو الجرثومة خشية الجسم، بالتالي دي برضو عن طريق التلامس لأن هي خشية باليدين، وبالتالي هي في الحالة دي بتكون عن طريق التلامس الغير مباشر أو الاندايركت كونتاكت. ده بالنسبة للوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية اللي هي الدروبليت بريكوشنز. لما نيجي نتكلم عن أي مرض تنفسي او في القاعده العامه الامراض التنفسيه اللي هي بتطلع عن طريق الرذاذ الصادر من الكحه ولا الكلام ولا كان حتى اللي هو العطس، بيتكلم هنا عن الوسيلتين التانيات اللي هم عن الدروبلت بريكوشن، الانتقال عن طريق الرذاذ، واللي هو الانتقال عن طريق الهواء اللي هو الاير بورن ترانسميشن. نشوف بسرعه الفرق بيناتهم شنو. الدروبلت ترانسميشن بيكون الرذاذ حجمه تقيل، يعني اللي هو الحجم بتاعه بيكون اكبر من 5 مايكرون. طيب طالما هو حجمه كبير معناها شنو؟ معناها هو بيكون بفعل الجاذبيه ما بيقدر يقعد في الهواء لانه هو حجمه هيفي، هو حجمه تقيل. طيب طالما ما بيقدر يقعد في الهواء معناها هو بيسقط على الارض. طيب طالما هو بيقع على الارض معناها الرذاذ الطالع من الشخص المصاب اللي بينتقل بالطريقه دي معناها عنده مدى معين هو بسافر او بيطلع من الجهاز التنفسي، وبفعل اللي هو وزنه الثقيل بيقوم بيقع.
الحدود بتاعت الحاجة دي تقريبا هي كم متر؟ طيب حسب تقريبا منظمة الصحة العالمية بتقول هي 1 متر، يعني بتقول انه الرذاذ الطالع من الشخص المصاب لو كان بينتقل عن طريق الدروبليت او عن طريق الرذاذ، ولانه هو تقيل وبيقع بفعل الجاذبية فبياخد 1 متر، خلال ال1 متر ده هو بيسافر وبعد ده بيقع على الارض. معناها شنو؟ معناها لو في واحد شخص تاني قاعد على مسافة اكتر من متر او مثلا متر ونص لمترين، غالبا الشخص المصاب لما يكح ولا لما يعطس الدروبلت ما هيصل له، لانه المدى بتاع الرذاذ نفسه هو حدوده تقريبا 1 متر زي ما بتقول منظمة الصحة العالمية. وفي الجايد لاينز الثانية او في المؤسسات الثانية زي اليو اس سي دي سي اللي هو دي المركز الامريكي لمكافحة الامراض بتقول ان هي بتاخد مترين، فهي عموما العالم كله متفق على ان هي 1 متر او لمترين اللي هي 3 اقدام ل6 اقدام، ده بالنسبة للدروبلت. فبالتالي معناها شنو؟ الدروبلت ما بيتعلق في الهواء، فهنا التركيز بيكون على المسافات اكتر من التهوية نفسها، لانه هو عشان حجمه تقيل ما بيقعد في الهواء. بالنسبة للوسيلة الثالثة اللي هي بتتكلم عن الايربورن ترانسميشن، الايربورن ترانسميشن هو نفس الطريقة حقة الدروبلت او حقة الرذاذ، لكن هنا بيفرق شنو؟ بيفرق انه الايربورن الجرثومة بتكون وزنها خفيف جدا جدا، وزنها خفيف شديد. الوزن الخفيف ده معناها هي كويس بتكون يعني ما بتنصاع لفعل الجاذبية ان هي بتقع، فبتكون متناثرة في الهواء، بتكون قاعدة منتشرة في الهواء. طيب معناها شنو؟ معناها طالما هي منتشرة في الهواء معناها هي بتقعد في الهواء، وزائد هي ممكن تنتقل لمسافات أبعد. عشان كده هو ده الفرق الأساسي بين الايربون والدروبليت، اللي هو في الحجم، وفي إنه في واحدة ما بتتعلق في الهواء زي الدروبليت فبالتالي بتقع على حدود 1 ل2 متر، وفي واحدة زي الايربون اللي هي عشان هي خفيفة بتكون شنو؟ بتتعلق في الهواء كويس وممكن تسافر لمسافات ابعد شويه. فبالتالي في ناحيه الايربون دايما بيكون التركيز على موضوع التهويه، عشان انا بكون عندي هواء ملوث فلازم يكون التهويه يكون فيها مراعاه تامه عشان اقدر انظف الهواء من الجرثومه نفسها. ده باختصار دي الثلاثه طرق الرئيسيه للانتقال. طبعا في طرق تانية اللي هو حاجه بسموها الفيكتور بورن ديزيز، اللي هي الامراض الانفكشن بينتقل عن طريق الحشرات بالذات زي الملاريا اللي هو عن طريق المسكيتو، اللي هي عن طريق البعوض او النواميس. في تاني مثلا في الووتر بون ديزيز اللي هي الامراض بتنتقل عن طريق الوسائط زي المويه وزي الاكل. زي المويه طبعا اكثر مثال مشهور نحن عارفينه زي الكوليرا اللي بتكون دايما عايشه في المويه، فبتنتقل عن طريق المويه. لما اجي اشرب مويه مثلا ملوثه بالكوليرا فبالتالي بتصيبني الكوليرا. بالنسبه برضو في الفود بورن ديزيز اللي هي الامراض اللي بتنتقل عن طريق اللي هو الاكل الملوث، واشهر امثله عليها اللي هي بتكون اللي هو زي السالمونيلا تايفاي، هو اشهر مثلا من اشهر الجراثيم اللي بتنتقل عن طريق الاكل الملوث. ولو لاحظتوا ممكن في ناس كتار بياكلوا من المطاعم مثلا بالذات لو ما فيها معايير السيفتي او المعايير بتاعت، لانه يعني في المطاعم عموما لازم يكون في معايير للامان بالنسبه للشخص اللي بيعمل الاكل، فبالتالي هو لو ما عمل المعايير دي بالتالي ممكن الاكل يكون ملوث. بتلاحظ الزول ممكن ياكل بعد يوم يومين بتظهر عليه اعراض بتاع التسمم، فدي غالبا بتكون واحده من الجراثيم اللي بتكون عن طريق الاكل اللي هو الفود بون ديزيز. طيب بوسائل الانتقال دي كويس، لما الجرثومه تنتقل بواحده من الطرق الثلاثه دي عشان تيجي في النهايه هتمشي لمنو؟ لجسم الانسان. طيب جسم الإنسان احنا برضو قلنا العنصر الخامس في السلسلة نفسها اللي هو المدخل، يعني زي ما قلنا قبل شوية قلنا المخرج، بعد ده اللي هو طريقة الانتقال أو المود اوف ترانسميشن زي ما ذكرناها بالثلاثة طرق الرئيسية. بعد ده لازم يكون عندها مدخل لجسم الإنسان مثلا، اللي هي نفس الكلام اللي قلناه انه المخرج دائما هو المدخل، يعني حاجة طالعة عن طريق الرذاذ عن طريق الجهاز التنفسي بتخش دائما عن طريق الجهاز التنفسي، حاجة طالعة عن طريق البلد او الدم بتخش دائما عن طريق البلد، حاجة طالعة عن طريق الجهاز الهضمي من خلال الفضلات او مثلا من خلال الفضلات بتخش برضو عن طريق الجهاز الهضمي اللي هو عن طريق الانجستشن، يعني الواحد بياكل الحاجة بتمشي للجهاز الهضمي وبتقوم تعمل له انفكشن في الجهاز الهضمي وهكذا. طيب عشان في النهاية يصل لمنو؟ في النهاية الجرثومة دي بتلقى المراد بتاعها ان هي تصل للهوست او هو المضيف اللي هو الانسان. نحن هنتكلم هنا كمثال، ممكن يكون طبعا الانسان وممكن يكون الحيوان لانه في امراض بتنتقل من الانسان والحيوان والعكس. طيب
الإنسان. الهوست هنا، أنا هنا بركز على شنو في الهوست. طيب بالنسبة للهوست في عوامل كثيرة بتفرق، يعني هل كل الناس معرضين بنفس الطريقة لأن هم يعني تجيهم العدوى نفسها؟ طبعا لا، ما كل الناس معرضة بنفس الطريقة، في عوامل كثيرة بتخلي ناس معرضة أكثر من الناس الثانية. أول حاجة إحنا ممكن نقولها هو حكاية العمر، الإيدج. معروف دائما إحنا عندنا أكثر ناس كويس بيكونوا دائما معرضين للعدوى هما الفئتين، الفئة الكبار اللي هو الإلدر بيبول، الناس اللي بيكون دائما الجرياتريكس الأكبر من 65 سنة تقريبا، وعندنا الفئة الصغار التشيلدرين اللي بتكون دائما ممكن 2 years and below، بيكون دائما من عمر سنتين لأقل. تمام، هما ديل أكثر فئتين من البوبوليشن أو من الناس اللي بيكونوا دائما معرضين للعدوى، فدي دائما بتفرق الحاجة دي. نمرة اثنين، عندنا مثلا بالنسبة لي مثلا الجندر نفسه، يعني بالنسبة للرجال والنسوة مثلا، الميل والفيميل. الميل والفيميل في أمراض بتكون مختصة أكثر بالميل، وفي أمراض برضو أو في انفكشنز بتكون مختصة أكثر بالفيميل، فهي برضو حكاية بتفرق. بالنسبة للهوست نفسه، الأمراض اللي عنده في زي ما بيقولوا كومور موربيديتيز، أو زي ما بيقولوا يعني بيكون الهوست ده عنده أمراض او حالته الصحيه بتكون بتعرضه انه هو ممكن يتعرض للانفكشن بصوره اكبر. ليه؟ لانه هو ممكن يكون عنده حاجه بتقلل من الحاله المناعيه بتاعته، فبالتالي الحاله المناعيه للانسان المضيف او للهوست بتفرق برضه من انسان لانسان اخر. وطالما اي واحد عنده اي سيتويشن او مثلا اي مرض يعني هو مقلله من المناعه حقته، فبالتالي هو معرض للعدوى اكثر من غيره. بالنسبة طبعا في الفاكسينيشن التطعيم، الناس في طبعا في أمراض معينة هي تعتبر حاليا بريفنتابل أو عندها تطعيمات، فبالتالي الناس اللي بيكونوا ما ماخدين تطعيمات بيكونوا هم معرضين للعدوى أكثر من الناس الماخدين تطعيمات. وفي برضو الكلام، والكلام كثير في الموضوع ده، بس باختصار في برضو الميديكيشن في الأدوية، في الناس اللي بيبلعوا استرويد الكرونيك استرويد الاسترويد يوز، الناس اللي بياخدوا استرويد بصورة يعني لها زمن، فبالتالي طبعا معروفة الاسترويد من الحاجات اللي بتقلل المناعة، فبالتالي برضه بيكون معرض للانفكشن أكثر من غيره. فدي حتة عايزين نقدر نفهمها بالضبط في الموضوع بتاع الهوست. طيب هي دي السلسلة باختصار، من العنصر الأول الايجنت، لما في النهاية يسافر زي ما بقوله أو بيمشي عن طريق الحلقات المتواصلة دي عشان في النهاية يصل لل اسمه شنو، يصل للهوست أو بيصل للجسم المضيف. طيب لو انتوا سمعتوا قبل كده عن حاجه اسمها بريك ذا تشين، دايما بتسمعوها بيقول لك اكسر السلسله، بريك ذا تشين، بتسمعوها في اي حته. واحده من الاستراتيجيات المهمه عشان نمنع انتقال العدوى دايما بتتقال الجمله دي. طيب الجمله دي هي بتطبق على السلسله اللي احنا اتكلمنا عنها هسه حاليا، اللي هي دي السلسله دي انا بحاول كاستراتيجيه لمكافحه العدوى ان انا اتدخل واقطع السلسله، اقوم اقطعها. طيب انا اقوم اقطعها وين؟ القطعة هي بتكون زي ما بقولوا الحلقة الأضعف في السلسلة دي كلها، والأنا بقدر أتدخل فيها وبقدر في النهاية إنه هو أقطع السلسلة دي من الحتة بتاعة المود أوف ترانسميشن، اللي هي السلسلة اللي هي طريقة الانتقال. هي دي بالنسبة لي أنا الحلقة الأضعف، وأنا بقدر أتدخل فيها بصورة كاملة وبصورة في النهاية عشان أمنع انتقال العدوى من الجرثومة نفسها إلى جسم الإنسان. خدتوا بالكم، او دي واحده من الحياه الرئيسيه، انه الاستراتيجي الاساسيه في الموضوع ده بالنسبه لي التشين اوف انفكشن او السلسله دي، انه انا بحاول اقطعها. بحاول اقطعها وين؟ في الحلقه الاضعف، اللي هي شنو؟ اللي هي الحلقه او العنصر بتاع المود اوف ترانسميشن او اللي هي طريقه الانتقال. طيب نرجع تاني ونطبق الكلام ده كله كده على الكوفيد 19. طيب نمشي نرجع للعنصر الاول الايجنت. نحن هنا في حاله الكورونا دي او فيروس الكورونا المستجد، عندنا مرض الكوفيد 19. طيب اول حاجه عايز اقولها، اسم المرض هو الكوفيد 19، والكوفيد 19 طبعا هو اسمه اتغير، كان قبل تقريبا شهر واحد اللي هو بحسب منظمه الدبليو اتش او هي سمتها الكوفيد 19، بقى الاسم العلمي الجديد لها. طيب اسم الفيروس هو شنو؟ الاسم الفيروس هو السارس 2 اللي هو السارس رقم 2. لو انتم كان مثلا متابعين للموضوع ده عارفين انه عيله الكورونا دي فيها ثلاثه فيروسات رئيسيه، هي تقريبا اللي هي طلعت وظهرت واصابت العديد من البشر. عندنا السارس، تمام، السارس اللي هي كانت تقريبا في 2002 او 2003 برضو ظهرت، كانت في الصين. عندنا 2013 عندنا الميرس الكوف اللي هو دي اللي بيسموها الميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم.
ودي ظهرت في تقريبا منطقة الخليج، يا إما كانت بدايتها كانت في الإمارات أو المملكة العربية السعودية، وعندنا الأخيرة دي اللي هي السارس رقم 2، فهي اسم الفيروس هو اسمه سارس 2 كوف، تمام؟ هو سارس 2 كوف، فهو ده بالنسبة لي أنا عندي الإيجنت حاليا هو السارس رقم 2 أو السارس 2 كوف. طيب السارس 2 كوف دي واحدة من الحاجات اللي بتميزها او العامل الهلع زي ما شايفين او العامل المشاكل دي كلها، انه هي عندها قدره كبيره جدا على العدائيه، يعني هي معديه جدا جدا. الحاجه دي هي بتتقاس بشنو؟ في اي جرثومه او اي حاجه في مصطلح حاجه اسمها البيزك ريبرودكشن ليفل، اللي هو بيسموها الار نوت او الار زيرو. دي معناها شنو؟ دي هي قدره الجرثومه ان هي كويس على العدائيه، يعني ان هي قدرتها على الريبليكيشن كويس، فبالتالي قدرتها ان هي تعدي كم نفر باختصار يعني او بالعربي البسيط، تمام. بالنسبه لي السارس 2 كوف او الكوفيد 19 فيروس، هي الار نوت او البيزك ريبرودكشن ليفل بتاعتها هي تقريبا حسب كثير من الدراسات بتقول من 1.5 ل 3.5. طيب يعني شنو المعلومه دي من 1.5 ل 3.5؟ معناها انه الكوفيد 19 فيروس او السارس 2 كوف هي بتقدر تعدي 1 ل 3 أو ل 4 أنفار، يعني الشخص المصاب الواحد بيقدر يعدي 1 تقريبا ل 3 أو ل 4 أنفار. دي رقم كبير، ده ما رقم صغير، لأنه معظم الانفكشن أو كثير من الانفكشن الثانية بتكون دائما في الحدود بتاعت 2 لـ 1، لكن ما بتصل، بتكون دائما فوق ال 2.5 3 أو 4، دي تعتبر واحدة من الجراثيم المعدية جدا جدا. فمعناها شنو؟ معناها هي الشخص المصاب بيقدر يعدي 3 لـ 4 غيره، وكل واحد من الناس اللي اصابوا بالكورونا بيقدر يعيد تاني 3 لـ 4 غيره، وهكذا. والدوره بتكون ماشيه، لما في النهايه خلال فتره بسيطه بتلقى في كميه كبيره من الكورونا او من المصابين بالكورونا فيروس، وبالتالي اكيد في فئه منهم هتحتاج لان هي تخش مستشفى في فتره قصيره، فبالتالي انه المؤسسه الصحيه او النظام الصحي ما هيقدر يستوعب العدد الكبير ده كله في وقت قصير في وقت واحد، فبالتالي برضه بيحصل عندي المعدل بتاع موت عالي بالنسبة لأنه في ناس كمية ما هيقدروا يلقوا الرعاية الصحية. فهي دي المشكلة الأساسية للكورونا فيروس، وهي دي المشكلة اللي عاملاها والإرهاق العامل للنظام الصحي في العالم. فأنا بس داير الناس يعني بس تستوعب إنه هي دي المشكلة الحقيقية للكورونا فيروس، إن هي معدية، فبالتالي بيكون عندك في فترة قصيرة عدد كبير جدا من المرضى اللي بيكونوا هم هيكونوا عبء على النظام الصحي، فبالتالي بيحصل اللي هو التراكمات اللي قلناها قبل شويه. فدي واحده من مشاكلها، ودي واحده من المميزه السارس 2 او الكورونا فيروس. طيب ده بالنسبه لي الايجنت. طيب بالنسبه لي الريزرفوار او المسكن بتاع السارس كورونا فيروس، نحن عارفين انه اصلا الكوفيد 19 فيروس هي اصلا زونوتيك ديزيز، اي مصدرها من الحيوان. وحسب الدراسات او حسب اخر التقارير لمنظمه الصحه العالميه والدبليو اتش او، اللي هي بتقول هي مصدرها غالبا من الوطاويط، من البات، من فصيله معينه اللي هي طبعا كانت تقريبا في منطقه ووهان في الصين، ومن الحيوان هي انتقلت للانسان، وللاسف من الانسان بقت بتنتقل للانسان بصوره مؤكده او بصوره يعني كان في البدايه كان في جدل لما انتقلت من الانسان من الحيوان للانسان، فهل قالوا هل والله يا اخي هل بيكون في انتقال من الانسان للانسان بصوره كبيره ولا لا، لكن حاليا زي ما شايفين وكل الدراسات بتقول انه في بسموها significant human to human transmission، او بيكون في انتقال دائم بين الانسان والانسان. فبالتالي اذا المسكن بتاع الفيروس الاول كان في الكائن الحيوان، لكن هسه حاليا بقى الانسان نفسه هو الريزرفوار بتاع الفيروس او هو المسكن بتاعة الفيروس، تمام؟ دي بالنسبة للريزرفوار. طيب بالنسبة للملجأ زي ما قلنا هو الإنسان نفسه، الإنسان اللي هو هيكون الإنسان المصاب، يعني أي واحد مصاب بالفيروس هو بيعتبر برضو مصدر للعدوى، تمام؟ بالنسبة للإنسان في عندنا نوعين من الناس المصابين، في نوع بيكون اللي هو اللي بيكون عنده الأعراض ظاهرة عليه بيسموها الأكيوت كلينيكال كيس، واحد اصاب بالكورونا فيروس وظهرت عليه الاعراض التيبيكال زي الفيفر زي الكف زي السور ثروت، ده بالتالي بيكون واضح جدا وبيكون عليه اعراض وهو بيشكل برضه مصدر للعدوى. في النوع الثاني وده مشكله وهو ده حاليا العامل المشاكل كلها، وعلى اساسها في منظمات في العالم او في مؤسسات بحثيه طلعت جايد لاينز كثيره، اللي هو ده النوع الكارير او بيسموه الاسيمتوماتيك كاريرز، ان هم لقوا
انه في ناس كتار اتشخصوا بالكورونا فيروس وهم ما عندهم، ما ظهرت عليهم اي اعراض. طيب المشكله وين في زول ما ظهرت عليه اي اعراض؟ انه المشكله هو بيقدر ينقل العدوى، يعني الاسمتوماتيك بيرسون ولا الكارير هو بيقدر ينقل العدوى، وهي دي مشكله. لانه في النهايه انا عندي واحد مصاب، لكن هو ما واضح بالنسبة لي انه مصاب. على اساسها في استراتيجيات قامت على اساس الموضوع ده، باعتبار حتى مع بالذات في حالات الانتشار المجتمعي بقى اي واحد بيعتبر نفسه انه هو تقريبا مصاب، لانه للاسف في حالات كثيرة اسمتوماتيك او بتكون كاريرز حاملة للمرض وما عليها اي اعراض. ودي ان شاء الله هنتكلم عنها في المحاضرات اللي قدام بالتفصيل شوية. طيب بالنسبة قلنا الإنسان المصاب بيجي هو المصدر. طيب الفيروس نفسه من الإنسان المصاب بيقوم بينتقل أو بيلقى مخرج من جسم الإنسان، اللي هو طبعا عارفين إنه هو المخرج طالما هو فيروس بيصيب الجهاز التنفسي، فبالتالي هو أكيد المخرج بتاعه الجهاز التنفسي عشان يخش أو يصيب جسم الإنسان، برضه عن طريق الانهيليشن أو الاستنشاق اللي هو برضه عن طريق الجهاز التنفسي. طيب هنجي هنا هنجيب شوية وهنتكلم عن المود اوف ترانسميشن، هيكون بس في حبة تركيز عليها. واحدة من الأسئلة البكثيرة انه الكوفيد 19 ده يا جماعة بينتقل كيف؟ طيب احنا قلنا طرق الانتقال الثلاثة هما الكونتاكت ترانسميشن، الانتقال عن طريق التلامس، الدروبليت الرذاذ، والايربورن ترانسميشن. انا في الحتة دي هتكلم عن جايد لاينز كثيرة اتكلمت في الموضوع ده، ونشوف الفروقات بيناتها عشان نقدر نعرف او نقدر نلخص الحاجات دي كلها، او الكوفيد 19 فيروس ده بينتقل كيف. انا هتكلم الكلام اللي قالته الـ WHO منظمة الصحة العالمية، الكلام اللي قالته الـ USCDC اللي هي المركز الامريكي لمكافحة الامراض، هتكلم برضو الكلام اللي قالته اليورو CDC المركز الاوروبي لمكافحة الامراض، وهتكلم برضو الكلام اللي قالته تشاينا CDC برضو المركز الصيني لمكافحة الأمراض. كل الأربع جايد لاينز دي بتشكل الأربع مؤسسات الرئيسية اللي هي بتغذي العالم بالبروتوكولات والجايد لاينز، ودي كلها أصلا بتكون بناء على أبحاث أو بناء على تجارب من خلالهم هم طلعوا بروتوكولات ووروا الناس والله إن الحاجة دي أثبتت إنه بتنتقل بالطريقة الفلانية أو بالطريقة الفلانية. طيب هنبدأ بالكلام بتاع الـ WHO والCDC الحاجة دار أقولها، كل المؤسسات دي اتفقت تماما إنه الطريقة الرئيسية لانتقال الكورونا فيروس هي عن طريق حاجتين، عن طريق الدروبليت ترانسميشن وعن طريق الكونتاكت ترانسميشن. دي الـ WHO قالت أكدت على الحاجة دي، والـ CDC بكل أنواع، CDC في أمريكا والCDC في يوروب والCDC في تشاينا، كلهم برضو قالوا إنه المين روت اوف ترانسميشن، الطريقه الاساسيه لانتقال المرض للكورونا فيروس، هم عن طريق الرذاذ اللي هو دروبليت وعن طريق التلامس. احنا قبل ذكرنا عن طريق الرذاذ اللي هو بيكون الفيروس حجمه ثقيل، فبالتالي هو ما بيقعد في الهواء، فبالتالي هو بفعل الجاذبيه بيقع في الارض، فبالتالي هو ده تعريف الدروبليت. فدي اول حاجه قالوا انه بينتقل بيها الدروبليت ترانسميشن. الطريقه الثانيه اللي هي بالكونتاكت ترانسميشن اللي هي عن طريق اللي هي اللمس المباشر للشخص المصاب، طبعا هي هيكون عن طريق السلام او المصافحه مثلا، او انك هبشت الشخص الثاني بصوره مباشره او بصوره غير مباشره، اللي هو لو انت هبشت الاسطح المحيطه بالشخص المصاب او اي سطح ملوث ممكن يكون فيه الفيروس، فبالتالي انت عن طريق يدك دخلته في جسمك، فبالتالي دي برضه بتصيبك العدوى. فاذا كلهم اتفقوا انه الدروبليت ترانسميشن والكونتاكت ترانسميشن هي الطرق الاساسيه لانتقال الكوفيد 19. بالنسبة طيب الكلام ده معناه شنو؟ معناها انه طالما قالوا دروبليت معناها الفيروس اللي بيطلع من الشخص المصاب عنده مدى او عنده حدود كويس، بيقعد فيها في الهواء، بعد ده بيقع على الارض طوالي ما بيتعلق في الهواء، اللي هي الـ WHO في الحالة دي هي قالت 6 او 3 فيت 3 اقدام اللي هي 1 متر. دي الاختلاف اللي اختلفت فيها مع الـ CDC تقريبا، اللي هي الـ CDC في US اللي هي في امريكا قالت لا ان هي بتاخد 2 متر. فهي دي ممكن تكون الاختلاف بين التو جايد لاينز ديل، انه WHO بتقول هي الرذاذ بيطلع من الشخص المصاب بيسافر حوالي متر كحد اقصى وبيقوم بيقع في الارض، لكن المركز الامريكي او CDC بيقول لا هو بياخد 6 فيت او بياخد مترين تقريبا، بيسافر فيها الرذاذ في الحدود بتاع المترين وبعد ده بتقوم بتقع على الارض. تمام، وفي ابحاث ثانيه لكن ابحاث بسيطه جدا جدا ولسه هي ما تعتبر ويل ايفيدنس، بتتكلم ان هي ممكن تتعدى او تصل لل 4 متر، فدي استاديز ممكن تكون لسه فيها ليميتيشنز او فيها محدوديات، ممكن ما قدروا هم ياخذوها كحاجه
يعني تو بي كونسيرن يعني. فبقت الحاجه الرئيسيه انه الدبليو اتش او والمركز الاوروبي واليورو سي دي سي والتشاينا سي دي سي هي بتقول 1 متر كحد اقصى او كحد ادنى معلش، والسي دي سي الامريكي بيقول لا هو ممكن يصل لمترين كحد اقصى. طيب ده بالنسبه للدروبليت، بالنسبه للكونتاكت، بالنسبه هي برضو الثلاثه برضو اتفقوا انه ممكن ينتقل عن طريق الاير بورن ترانسميشن اللي هي بالانتقال عن طريق الهواء. طيب احنا قلنا الاير بورن هي بتنتقل، الفرق من الدروبليت ان هي بتكون الجزيء او الدروبليت نيوكلياي بتاعتها بتكون صغيره جدا في شكل يوريزولز او في شكل زي ما بيقولوا الهبات الجويه، فبتكون بتتعلق في الهواء عشان هي وزنها خفيف، فبتتعلق في الهواء ممكن تمشي المسافات ابعد، ودي طبعا دي بتمثل مشكله اكبر من الدروبليت، يعني دي هتكون شويه خطيره كده او مخيفه اكتر. لكن كل المؤسسات دي اتفقت على شنو؟ واتفقت يعني انا ابدا اول حاجه بتشاينا سي دي سي قالت شنو؟ المركز الصيني هو قال انه هي دي ما الطريقه الرئيسيه لانتقال العدوى اللي هي بالايربون، وقالت بالعكس في داتا بسيطه جدا او في معلومات بسيطه جدا ورتهم انه الحاجه دي بتنتقل عن طريق الايربون، والايربون دي بتكون في لحظات معينه زي ما الصينيين هم سموها بحاجه اسمها اللي هو الاوبورتونيستيك اللي هي الايربون او الايربون الانتهازيه، يعني هي اصلا دروبليت لكن في عمليات معينه بتستخدم جوه المستشفيات او المؤسسات الصحيه بتطلع اليوريزولز دي، فبالتالي بتكون حجمها صغير وبالتالي ممكن اللي هي بتتعلق في الهواء لمده بسيطه وبتكون حجمها اصغر دائما. دي اللي هي الشاينا سي دي سي قالت كده، نفس الكلام ده قالته الدبليو اتش او، نفس الكلام ده قالته السي دي سي في امريكا وفي يوروب انه ممكن ينتقل عن طريق الايربون في لحظات معينه، لكن هم قالوا دي ما الطريقه الرئيسيه، وهم شافوا انه دي ما الداتا ما ورتهم انه الانتقال كان حصل بصوره كبيره عن طريق الروت ده وعن طريق الايربون ترانسميشن. طيب شنو هي العمليات اللي هم كل المؤسسات دي اتفقت عليها انه اللي بتتعمل جوه المؤسسه الصحيه كويس اللي بتخلي الفيروس بيقوم بيقلب من دروبليت لايربون ترانسميشن؟ كلهم اتفقوا على حاجه اسمها الاي جي بيز، الاي جي بيز اللي هي بيسموها الايريزول جنريتنج بروسيديرز. الايريزول جينيريتيك بروسيديرز هي مجموعه من البروسيديرز بيعملها الكادر الصحي، دايما بتكون محلها في المستشفى في الاي سي يو في العنايه المكثفه او في الطوارئ كويس، اللي هي دي عمليات بيعملها الكادر الصحي بيسبب انه ممكن تو انديوس اليريزولز جينيريشن، اللي هو ممكن بتصير اللي هو انه اليريزولز او الحاجات المتناثره من الرذاذ دي بتقوم بتطلع. تمام، زي شنو مثلا؟ اشهر حاجه طبعا زي موضوع الانتيوبيشن، زي البرونكوسكوبي، زي السكشن برضو، زي مرات بيقولوا نيبولايزيشن، ما كلنا متفقين عليها لكن في حتات بتقول كده في حتات بتقول غير كده. في تانية السي بي ار دي برضو متفق عليها، وفي زي ما قلت هسي اللي هي البرونكوسكوبي. وعموما الانفنتيليشن يعني انواع الفنتيليشن عموما كلها دي تعتبر من الحاجات اللي بيسموها الاي جي بيز او الريزولت جنريتنج بروسيديرز. تمام، قالوا كلهم متفقين انه في الحالات دي هي كود بي تشينج او كود بي اللي هو بتكون عن طريق الاير بورد، لكن كلهم اكدوا في النهايه انه دي برضو تعتبر ليميتد داتا، يعني ما حاجه رئيسيه، ده كل الكلام كل المؤسسات اتفقت على الحاجه دي. فبالطريقه دي هي ممكن تقلب اير بورن اللي هي عن طريق العمليات اللي بيسموها الاي جي بي اليوريزول جينيريتك بروسيديرز، اللي هي في الحاله دي لو كادر صحي عمل انتيوبيشن، سي بي ار، برونكوسكوبي، سكشننج، ممكن النيبولايزيشن، النون انفيزيف او الانفيزيف، مرات الفنتليشنز، عموما دي كلها بيسبب اليوريزول ان هي تطلع، فبالتالي ممكن تبقى اير بورن ترانسميشن. الكلام ده الفائده منه شنو الكلام ده؟ ليه انا بتفصل في موضوع المود اوف ترانسميشن؟ لانه على اساس الفهم لطريقه الانتقال بيحصل الفهم او بيتركز الفهم انه كيف يحصل الوقايه من الحاجه دي عشان في النهايه كويس تو انشور السيفتي او لتاكيد الامان بالنسبه للكادر الصحي وحتى بالنسبه للمرضى وبالنسبه للناس كلها. فتلخيص لحكايه الانتشار انه هو كيف بينتشر، زي ما قلنا كل المؤسسات دي اتفقت انه بتنتشر بصوره رئيسيه عن طريق الدروبليت والكونتاكت. الدروبليت اللي هي رذاذ بيطلع بيكون حجمه ثقيل، بالتالي ما بيتعلق في الهواء، بالتالي بيقوم بيقع في الارض. الدبليو اتش او قالت في حدود، ومعها المركز الاوروبي قالت في حدود 1 متر، بينما السي دي سي في امريكا هي شويه ريستريكتد اكثر في الموضوع ده وخدت المسافه بتاعت 2 متر.
وعلى اساس كده انتوا لو شفتوا في التلفزيون او في المعايير شغالين بيها، بيقول لك دايما المسافه الامنه والسوشيال ديستانس والفيزيكال ديستانس، وان الناس تكون بعيده من بعض متر لمترين، هي على اساس الانتقال ده وعلى اساس ان هي دي الطريقه الرئيسيه. فاخذتوا الاستراتيجيه بتاعت الناس دايما بتكون بعيده من بعض. بالنسبه للطريقه الرئيسيه الثانيه هي الكونتاكت اللي هي التلامس، قلنا مباشر، يا اما انا بصافح الشخص المصاب بهبش بصوره مباشره اللي هي دي الصورة المباشرة، والصورة غير مباشرة انه انا اهبش الاسطح الملوثة ولا الاسطح المحيطة اللي هو الوسائط، يعني انا ما بتعامل في الحالة دي مع الشخص المصاب ولكن مع اسطح ملوثة، فبالتالي برضو العدوى ممكن تجيني من الحتة دي. عشان كده بتلقوا الاستراتيجيات باختصار بتتكلم عن غسيل اليدين طوالي، الهاند هيجين، الناس تغسل يدينا بصورة اجريسيف دايما في كل لحظة، سواء كان بالموية والصابون ولا كان بالكحول 70% بالزمن المحدد. وبالنسبة للانتقال الغير مباشر بالتلامس او الاندايركت كونتاكت، دايما بتلقوا بيقول لك اجريسيف دي كونتامينيشن، يحصل تطهير وتنظيف دايما للاسطح عشان في النهاية اقدر امنع اللي هو الانتقال عن طريق التلامس الغير مباشر. فهي دي كلها استراتيجيات اتعملت تمام بصورة عامة عشان شنو؟ عشان انا اكسر الحلقة دي او اكسر حلقة الانتشار اللي هو بالطرق اللي قلناها قبل شويه، اللي هو الطرق الرئيسيه لانتقال الكوفيد 19. طيب في واحده من الاسئله مثلا اللي بتقول يعني عندها علاقه بطريقه الانتقال، بيقول والله طيب هل في والله مثلا لقوا بيانات انه لقوا انه الكوفيد 19 فيروس بيقعد في الهواء لمده، بيتعلق في الهواء او بيكون معلق في الهواء لمده؟ في دراسات بتقول زي مثلا النيو جورنال اوف انجلاند ميديسين، دي جورنال في انجلترا، هناك كانت عملت بحث عن انه اليوريزولز الطالعه من جسم المصاب ممكن تقعد لحد 4 ساعات، يعني دي هم حددوا زمن عديل انه هي بتقعد طيب في الهواء كم بالنسبه مثلا للاير بون ترانسميشن بتقعد قدر كم، فهم قالوا والله هي ممكن تقعد اب تو 4 اورز لمده 4 ساعات. ال WHO هي كان عندها تحفظات على البحث ده لانه شافت انه الاستدي اللي عملوها اللي هم في انجلترا هناك كانت ما بناء على الرذاذ الطالع من الشخص المصاب، ولكن عملوها كان عن طريق جهاز، والجهاز يعتبر هاي باور ماشين، فبالتالي هم شافوا انه المقارنه دي ما ممكن تكون تو بي ابليكابل على الشخص المصاب، لانه اكيد طبعا لو عملت تجربه على جهاز بتاع تهويه ضخ وقوي وعشان تقيس بيها وتشوف الهواء ده بيقعد لمده كم في الهواء في المازي عشان تشوف بيها الرذاذ بيقعد لمده كم في الهواء، ما زي لما يكون الرذاذ تعمل تجربه على الرذاذ الطالع من جسم الانسان نفسه وتشوف والله هو بيقعد قدر كم. فهي دي الحته الوحيده اللي قالت الحكايه بتاعت ال4 ساعات اللي هي دي النيو جورنال اوف الانجلاند ميديسين. طيب لكن باقي كل الجايد لاينز ما ذكرت تقريبا يعني انه في زمن معين، لكن كلها اتفقت ان هي ما زمن طويل، يعني هي بتقعد حتى الاير بون ترانسميشن دي بتقعد لفتره بسيطه، وبعد ذاك ممكن شنو بتقوم بيحصل لها ديليوشن او بتتخفف في الهواء. طيب ده بالنسبه ممكن لسؤال من الناس يكون عندهم الاسئله دي. في السؤال الثاني، طيب بالنسبه للاسطح الكورونا فايروس بتعيش كم على الاسطح؟ طيب دي واحدة برضو من الأسئلة الكثيرة. إنه طبعا الزول لما يكون مثلا الشخص المصاب لما يعطس ولا لما يكون أكيد العطسة ولا الكحة دي بتقوم بتقع على الأسطح جنبه، أول واحد لو يد ملوثة أكيد ممكن يلوث الأسطح جنبه. طيب السؤال إنه هي بتقعد قدر كم؟ في كلام كثير في الموضوع ده تقريبا. معظم لو أنت شفت الـ WHO ولا الـ CDC ولا بكل أنواعه سواء كان في أمريكا ولا في أوروبا ولا في الصين حتى، هي بتقول دائما من أيام، من ساعات لأيام. لكن الحته الوحيده اللي بتلقى فيها ذكرت فيها ارقام بعينها، يعني وانه يا تسطح اللي بتعيش فيها الفيروس اكثر من الثانيه، برضو كانت دراسه، ودراسه تعتبر قويه شويه وبقت زي ما بقولوا يعني بقى بياخدوا بيها، اللي هي برضو نفس المجله اللي اتكلمت عنها قبل شويه اللي هي نيو جورنال اوف انجلاند ميديسين، قالت انه هو اقصى زمن له تقريبا بياخد 72 ساعة اللي هي على ياتو أسطح، قالوا أكثر سطحين بيقعد فيها الفيروس لمدة 72 ساعة اللي هي البلاستيك كويس والستينلس ستيل. البلاستيك والستينلس ستيل يعتبروا هي من أكثر الأسطح اللي بيعيش عليها الفيروس، وقالوا هي تقريبا بتقعد لحد 72 ساعة. باقي الحاجات اللي هي ورق الكرتون ولا كان الكاشبورد ولا حتى الكمبيوترز التلفونات، قالوا هي تقريبا بتاخد يعني من في حدود الافريج بتاعت 24 ساعة. فنطلع من الحتة دي بشنو؟
نطلع من الدراسة دي إنه هم قالوا ماكسيمم اللايف تايم بالنسبة أو المدة، أقصى مدة زمنية بيعيش بها الفيروس في الأسطح واللي هي أخذتوها، إن هي البلاستيك ولا كانت الستينلس ستيل، هي بتاخد 72 ساعة. وقالوا كل ما مر الزمن أكتر كل ما الفيروس بيضعف أكتر، فبالتالي قدرته إنه هو يصيب الإنسان أو هو يخترق جسم الإنسان بتكون قدرته أضعف، فبالتالي بتضعف مع الزمن أكتر. هم أخذت لها لحد 72 ساعة. كان في برضو واحدة من المقالات أو الأرتيكلز، لكن ما يعني ما بتعتبر أرتيكل قوي، كانت اتكلمت قبل فترة إنه ممكن يقعد لحد 9 أيام، لكن ما أخذوا بها، ممكن برضو للليميتيشن في طريقة البحث نفسه أو في طريقة الدراسة نفسها. فبالتالي حاليا بيجوا حتى الـ WHO بقت اتوسط بالدراسة حقت النيو جورنال في انجلاند ميديسين، اللي هي بتاخد الموضوع بتاع 72 ساعة كحد أقصى، بالذات في الحتات البلاستيك والستينلس ستيل. ودي منها أنا بفق أو بطلع بشنو، بطلع إنه يا إخواننا الأسطح بتاعة البلاستيك ولا الستينلس ستيل الناس تركز إن هي تعمل لها دي كونتامينيشن طوالي، تعمل لها تطهير طوالي اللي هو بالحياة المعروفة، إما بالكحول الـ70%، ولا بتقول شنو، ولا بتقول اللي هو بالكلور بحسب تقريبا شنو، تقريبا بتركيز معين بيسموها الواحد لمية. طيب دي واحدة برضو من الأسئلة الثانية. واحدة من الحاجات الثالثة اللي هي برضو حابب إنه أشيرها معاكم، دي دراسات اتعملت في أمريكا بالذات في السي دي سي، لقوا إنه دايما الحتات اللي فيها التهوية بسوء، يعني السترونج اير فلو او التهويه، بتكون مثلا المكيفات شغاله بضغط قوي شديد، بتنقل الفيروس لمستوى ابعد حبه. هم دي لقوا دراسه زي دي كان عملوها في مطعم، لقوا انه والله بدل ما الفيروس بيطير لمده متر لمترين، لقوا انه بفعل الهواء القوي، ولا لو في مكيف شغال بصوره يعني ضخ الهواء بتاعه قوي شويه او عنيف شويه، بقوم ممكن يوجه الفيروس لمسافه ابعد شويه. فبالتالي واحدة من الحاجات اللي بيقولوها دائما انه المكيفات عموما حتى ما تكون شغالة بصورة اجريسيف، او انا بتكلم عن الضخ نفسه، انه ما يكون الضخ قوي شديد عشان ما يحصل بروبوجيشن للفيروس نفسه، فبالتالي دائما الضخ يكون بسيط شوية عشان شنو، عشان الفيروس نفسه ما يحصل له اي تناثر كويس، او يبعد لمسافة اكتر لقدام. طيب دي تقريبا كل دي المود اوف ترانسميشن، وزي ما هسي ذكرت هسي ان هي الطريقه بتاعت الانتقال، عشان اختصرها تاني انه هو قال بصوره رئيسيه باما دروبليت كونتاكت، دي بالصوره الرئيسيه، يا اما بالرذاذ او بالتلامس المباشر والغير المباشر، وفي بعض الاحيان وبعض الاحيان دي تحت مليون خط، في بعض الاحيان اللي هو لما اجي اعمل العمل دي اللي هي دي بتكون محصوره دايما في المؤسسات الصحيه، لما اجي اعمل مثلا ناس الاي سي يو، ناس الاي ار، يعملوا الانتيوبيشن اللي بيسموها كلها دي الايريزول جينيريتيك بروسيديرز، زي الانتيوبيشن، برونكوسكوبي، السي بي ار، السكشننج، كل العمليات اللي بتسبب انه يحصل تناثر للجزيئات التنفسيه دي ممكن بتقلب اير بون ترانسميشن. والاير بون ترانسميشن ميزته ان هو او مشكلته ان هو بيقعد في الهواء لفتره اكتر وما بيقع بالساهل، تمام؟ والفترة بتاعته لسه ما معروفة، لكن بيقول انه فترته بسيطة، ما فترته بتكون حاجة طويلة. طيب عن طرق الانتقال دي كلها بتقوم شنو؟ بتقوم بعد ما اخذت الوسيلة بتاعت النقل المناسب بتاعها، بتقوم بتخش جسم الانسان عن طريق المدخل بالنسبة له، اللي هو اذا كان المخرج الجهاز التنفسي عن طريق الانف اللي هو الكحة ولا العطس ولا الكلام، معناه عن طريق الانف ولا كان الخشم. المدخل هتكون بنفس الطريقة اللي هي برضو هتكون عن طريق الأنف والخشم، وبرضو معاها العين كويس، عشان في النهاية يصيب جسم الإنسان. وقلنا الهوست لما يصل للإنسان، الناس كل الناس معرضين للفيروس ده، ما في حاجة اسمها زول ما معرض، تمام؟ طيب كل الناس معرضة للفيروس ده، لكن في ناس، في فئة من الناس مختلفة من الناس التانية، أو في فئة بتكون المرض او تاثير المرض عليه اقوى من فئه ثانيه. الفئه دي هي منو بالضبط؟ اول حاجه احنا عندنا فئه الناس الكبار، زي ما قلنا في البدايه دائما الناس الكبار الالدر اللي بيكون عمرهم من 65 من 65 او 70 لفوق، دائما هم بيكونوا فيلنربل، بيكونوا دائما يعني
الانفكشن بيكون تأثيره عليهم أقوى من غيرهم نسبة طبعا لعوامل مناعية، بتكون المناعة عندهم أقل، فبالتالي دائما الناس الكبار هم معرضين لمضاعفات أكتر. كويس. نمرة اتنين، الناس اللي بيكون عندهم أمراض مزمنة بالذات، اللي هي أمراض القلب، ولا كان أمراض تنفسية، ولا حتى أي أمراض بتصيب أو بتأثر على الجهاز المناعي لجسم الإنسان، دي برضو الفيروس ده لما يصل للإنسان بالشكل ده بيكون برضو ممكن بتسرع من المضاعفات، أو بيكون معرض لمضاعفات أكبر من الفئة غيره تقريبا. هي دي الفئتين الرئيسيتين. بالنسبة للأطفال، هم حسب كل البيانات اللي جات لحد هسي إنه الأطفال هم ما معرضين بصورة كبيرة، وما حصل مضاعفات عليهم بصورة كبيرة. وحتى لو خشيتوا المواقع اللي فيها الإحصائيات للناس اللي جاتهم الكورونا فيروس، لو شفت فئة الأطفال كلها ممكن ما تتعدى حتى 1%، ودي حاجة من الحاجات اللي عليها دراسات كثيرة وبيجوا بيستغربوا فيها، إنه فعلا الأطفال ما معرضين بصورة كبيرة، أو حتى ما عليهم مضاعفات زي باقي الفئات اللي هي مثلا بالذات زي الناس الكبار. فهنا دايما بيكون تركيز على الفئة دي اللي هي الناس المعرضين للمضاعفات أكتر، هم الناس الكبار، والناس دايما بيكون عندهم الأمراض المزمنة اللي هي دي الكورونا فيروس ممكن تكون خطيرة عليهم. وعلى أساس التالي إنه دايما حسب الاستراتيجية إنه دايما الناس الكبيرة أو الناس اللي بتكون عندها الأمراض المزمنة، سواء كان أمراض في القلب، أمراض في الجهاز التنفسي، ولا أي مرض بيسبب أو بيأثر على الجهاز المناعي، دي الأحسن دايما يكونوا معزولين قاعدين في البيت وقاعدين براهم، عشان ما يعرضوا نفسهم إنهم الكورونا تجيهم، فبالتالي مضاعفات بتكون عليهم أكبر، ولا قدر الله ممكن يعني تسبب لهم وفاة لا قدر الله. عشان كده دي أكتر ناس المفروض يكونوا قاعدين ايزوليتد وما يطلعوا. والناس في النهاية شنو تنتبه إنه تحاول ذاته ما تحتك مع الفئات اللي هي من الفئة العمرية الكبيرة والناس اللي عندهم الأمراض المزمنة. ولكن عشان أقولها تاني والكلام بيكون يعني واضح شوية، إنه كل الناس هي معرضة للفيروس، ما في حاجة اسمها فلان ما معرض أو فلان ممكن يجي وفلان ما ممكن يجي، كل الناس ممكن تجيها. لكن الكلام اللي قلته قبل شوية هي عن المضاعفات بتكتر منه، اللي هي عن الفئات اللي قلتها أنا قبل شوية. فبالتالي كده يعني كده انا ختمت الموضوع بتاعت السلسله بتاعت التشين اوف انفكشن. كده الفيروس وصل للانسان وخلاص، زي ما بيقولوا بفعل الفيروس بيخترق الجهاز المناعي للانسان، وبالتالي سبب المرض، وبالتالي هو الانسان نفسه المصاب هو نفسه بقى السورس بتاع المرض، وبالتالي بيبدا السلسله من جديد بنفس الطريقه اللي قلتها قبل شويه. عشان كده الاستراتيجيه الاهم انه الناس تقدر تكافح الكورونا كويس بصوره يعني في بصورة زي ما بيقولوا بصورة فيها كفاءة، اللي هي حتى كل الجايد لاينز وكل الإرشادات اللي هي لما قالت الإجراءات الوقائية دي كلها حمت الناس بصورة فعالة جدا جدا من الانتقال للعدوى بتاعة الكورونا فيروس، اللي هي الحتة بلعب على الحتة بتاعة إن أنا بكسر الحلقة بتاعة المود أوف ترانسميشن اللي هو بتاعة الطريقة بتاعة الانتقال نفسها. فبالتالي طلعوا جايد لاينز بتاعة والله الناس تكون على مسافة من بعض، الناس تلبس ماسكات مثلا لما تيجي تتعامل، الناس تغسل يدينا بصوره اجريسيف طوالي في حاله غسيل يدين، بتكون يا اما بالمويه والصابون ولا بالكحول 70%. وفي الاخير انه الناس تحاول تنظف البيئه اللي حوالينا دائما، او تطهيرها اللي هو زي ما قلنا بالكحول 70% والكلورين. ولقوا ان الطرق دي كلها طرق هي تعتبر ما مكلفة، ولقوا ان هي فعالة بصورة كبيرة جدا جدا، ان هي بتقلل انتقال العدوى بصورة كبيرة جدا. واحنا لازم نعمل كده عشان نقدر نصل في النهاية انه ننتهي من السلسلة دي، وكل ما كسرنا السلسلة اكتر كل ما العدوى قلت شديد، لما ممكن نصل في السودان لمرحلة انه يكون السودان خالي من الكورونا ان شاء الله. ودي الحاجة ان احنا سعيين لها، انه يعني على ان شاء الله اتمنى يكون على العيد ولا في اقرب وقت ممكن نصحى من النوم ونلقى انه البلد دي بقت يعني خاليه من المرض ده، واتمنى حتى غير السودان يكون العالم كله خالي من الكورونا يعني ان شاء الله. فبس دي كل الكلام اللي كنت حابب اقوله عن الشين اوف انفكشن، لانه من الاساس ده في المحاضرات الجايه هتكلم تاني عن حاجات لها علاقه بفهم الكونسيبت ده، اللي هي فهم الاساس ده نفسه. عشان احنا زي ما قلت في البدايه، طالما الناس قدرت تفهم طريقة الانتقال نفسها أو طريقة العدوى هي بتشتغل كيف، هنقدر نفهم طريقة الوقاية كيف. فالمحاضرة دي أو السلسلة دي من الليلة هي تعتبر زي أساس للمحاضرات الجاية، عشان احنا هنتكلم بعد ده بصورة سبيسيفيك أكتر
عن الوسائل الوقائية اللي بتكون، وأنا هركز في الكلام دائما على المؤسسات الصحية بكل أنواعها، سواء كان البرايمري هيلث كير ولا السكندري هيلث كير ولا التيرشري هيلث كير. فكده اعتبر تقريبا أنا انتهيت من الكلام الليلة، من المحاضرة حقت الليلة اللي هو تشين اوف انفكشن. أتمنى يكون الكلام كان واضح شوية وبسيط بالنسبة لكم، وممكن حاليا بس ناخذ زمن كده زي تو ديسكس، او شنو ممكن لو في حد عنده اي اسئله تمام، ولا اي استفسار ولا اي حاجه ممكن يسال، يعني يسال طوال وانا هجاوب عليه. فبنشوف لو اي حد، لو اي زول عنده اي سؤال، عنده اي استفسار، عنده اي حاجه عندها علاقه بالكلام بالذات اللي اتكلمنا عنه الليله، فممكن طوال يتفضل ويسال. قبيل كان في واحد انا متذكر سأل سؤال عن الاعراض، اعراض الكورونا. طبعا انا التركيز على المحاضرات دي انا ما هتكلم من الناحيه الكلينيكال بتاعت الاعراض، لانه دي في ناس هم متخصصين اكتر في الموضوع ده ممكن يتكلموا عنها. انا طبعا كلامي اكتر عن الاستراتيجيه بتاع مكافحه العدوى، لكن يعني ممكن اجاوب على السؤال ده بانه هو والله الاعراض التيبيكال، هو في اعراض تيبيكال واي تيبيكال. يعني في اعراض بتكون هي دايما بتكون الاكثر شيوعا للناس الكوفيد 19، اللي هي التيبيكال سيمتومز او الاعراض اللي بتكون دي اللي بتكون اكثر شيوعا للكوفيد 19، اللي هم طبعا الفيبر، الحمى كويس، والسعال، الكحه، بتكون خصوصا كحه جافه ومعاها اللي هو وجع الحلق او السور ثروت. دي الثلاث اعراض الرئيسيه اللي بتكون دائما اكثر الناس المصابين بالكورونا. بالنسبة لي في أعراض تانية بسموها اتيبيكال، يعني اتيبيكال يعني بتكون ما الشكل الأكثر، يعني دي ما حقت الكوفيد 19، دي ما الشكل الرئيسي بتاع الكوفيد 19، لكن بتحصل إنه في ناس اتشخصوا بالكورونا دي وعندهم الأعراض الشكل غريب دي. في ناس بيجيهم إسهالات، في ناس بيجيهم طمام، وفي ناس بيجيهم صداع، وفي ناس ما بيجيهم أي أعراض. وللأسف دي بيجا شنو؟ بيجا يعني بقت شنو، بقت البيانات بتقول والله في ناس الحاملين للمرضى والما عندهم اعراض بيجوا برضو بكميه كبيره. طيب بالنسبه للمحاضرات الجايه ان شاء الله هيتم الاعلان، الناس ممكن تعرف المواعيد، انه هيكون في الاعلان هينزل على صفحه سودانيز ريسيرش انيشيتيف في الفيسبوك، وفي على صفحه دار اللي هو دار فور ريسيرش كاباسيتي بيلدينج اند الكونسلتنسيز، هم عندهم صفحه في الفيسبوك. كان عرفتهم قبل شويه انه هي دي منصة لدعم الأبحاث العلمية، فيها متميزين، ناس متميزة جدا من الكوكب بتاع الباحثين في السودان. الناس والله يا ريت لو تقدر تعمل لهم فولو للفائدة القصوى. فالإعلان برضو بينزل عندهم هناك، وبرضو على صفحتي الشخصية برضو إنه هيتم الإعلان، المحاضرة الجاية هتكون 200 بالضبط إن شاء الله. ففي أي سؤال تاني؟ بس زي ما في دكتور قال الاعراض بقت الان مرحله الانتشار تيبيكال اي تيبيكال، مظبوط فعلا فعلا حاليا الاعراض بقت الشكل بتاع تيبيكال واي تيبيكال. وفي دراسات بتقول ويعني وهي لسه ما زي ما بيقولوا دراسات قيد يعني هي ذات قيد الدراسه نفسها، لسه ما حاجه مؤكده، انه الشراسه بتاعت الكورونا بدات تقل. يعني لو لاحظتوا فتحتوا الموقع بتاع الورلد ميتر اللي فيها الاحصائيات العالميه بتاعت الكورونا نفسها في العالم، هتلقوا انه نسبه المايلد كيسز او الناس اللي بتجيهم كورونا باعراض خفيفه شديد زادت نسبه 3%. هي كانت تقريبا نسبه 95%، بقت هسه حاليا 97%. يعني في العالم كله 97% من الناس اللي عندهم كورونا بقت عندهم مايل سيمتوم، بقت حاجة خفيفة أو بقت عندهم أعراض خفيفة. 3% من المصابين اللي هم خشوا في مضاعفات أو في كومبليكيشن أو في يعني حاجات اللي وصلوا لحالة حرجة، وبالتالي دي حاجة مؤشر كويس. طبعا الكلام ده لما يتقال ما معناه الناس تستهتر بالمرض، لكن الكلام ده بيتقال عشان في النهاية احنا عايزين نشوف الصورة من بعيد، انه في لانه في ابحاث بدأت تقول انه خلاص هي بدأت تبدأ في الانحسار، لكن هي بيقولوا انه بدأت زي ما بيقولوا تفقد الشراسة بتاعتها، يعني بقت اقل عنفا من الاول. فبالتالي دي دراسات لسه هي تعتبر محدودة ما بنقدر ناخد بها، لكن برضو الناس تكون شنو، تكون ممكن واعية للناحية دي ان شاء الله. لكن ده ما معناه الناس تستهتر بالحاجة، الى الان برضو الناس تلتزم بكل اجراءات الوقاية كويس،
والحاجة الأخيرة اللي أنا عايز أقولها إنه الناس دايما تاخد مصدر معلوماتها من وين؟ مصدر المعلومات اللي أنا بنصح بها الناس دايما تاخدها، أول حاجة تبدأ من بلدك، تبدأ من الناشونال، في ناشونال جايد لاينز، في بروتوكولات طالعة من وزارة الصحة الاتحادية، وزارة الصحة الاتحادية مطلعة بروتوكولات بتخص الكوفيد 19 والحالات والتعامل مع الكوفيد 19 والكورونا، وفيها برضو البروتوكولات بتاع مكافحة العدوى في حاجات كثيرة. فالناس ممكن تبحث عن المصادر دي وهي موجودة ومنتشرة، اللي هي اللي مطلعاها وزارة الصحة السودانية اللي هي وزارة الصحة الاتحادية. في برضو المصادر الناس دايما تاخد بيها، لانه هي مصادر كلها مبنية على في النهاية على دراسات تجريبية قوية، عشان على اساس كده دي تعتبر مصادر موثوقة، اللي هي عندك منظمة الصحة العالمية، وعندك السي دي سي بكل انواعه اللي هو مركز السنتر اوف ديزيز بريفنشن اند كنترول، اللي هي دي اللي هي قاعده في يو اس في امريكا، وفي يورو اللي هو او اليورو سي دي سي او اليوروب. وبالنسبه للتشاينا سي دي سي برضو تعتبر من المصادر الموثوقه، وهم عندهم اسهام كبير جدا جدا في الموضوع الكوفيد 19 البروتوكول بتاعتها، وهم عندهم موقع في النت، ممكن الناس لو كتبت تشاينا سي دي سي بتلقى فيها كل البروتوكولات والتجربه الصينيه ذاتها في الموضوع ده. دي بالنسبه لي البروتوكولات الناس تستند عليها بعد ده، وممكن اي زول بس مجرد يفتح النت بيكتب في النت كل المعلومات دي قاعده متوفره وممكن يشوفها في اي لحظه. فتاني اعيد، وزاره الصحه الاتحاديه عندها بروتوكولات، يا ريت الناس تبحث عنها وتشوفها. ال WHO طبعا معروف للناس كلها، والناس بس بيضغط الزر في جوجل لو كتبت اي حاجه في الكوفيد 19 WHO كلها بروتوكولات موجوده. السي دي سي جايد اللي هي سواء كان اليو اس سي دي سي بتاعت امريكا ولا بتاعت المركز الاوروبي ولا حتى المركز الصيني، دي كلها موجوده، دي كلها تعتبر مصادر موثوقه، لان هي تعتبر شنو يعني، كلها مصادر موثوقه، هي مبنيه على ابحاث علميه زي ما بيقولوا بتجارب قويه جدا، عشان كده العالم كله بياخد بيها. تقريبا السودان نحن المصدر يعني نحن طبعا في السودان مشكلتنا ما عندنا مركز ابحاث اللي هي المركز القوي اللي ممكن نطلع من خلاله بروتوكول او الجايد لاين بتاعتنا، نحن دايما بنستند على المصادر الخارجيه. عشان كده دايما من البدايه، واتمنى لقدام، نحن واحده من الحاجات المفروض الناس تبدا تهتم بها وتدعمها، اللي هي موضوع البحث العلمي عموما، سواء كان يعني، ودي الحاجه الفكره الممتازه جدا لفكره الجروب بتاع السودانيز ريسيرش انيشيتيف، والفكره برضو بتاع صفحه الدار، انه احنا بالنهايه اي حاجه عندها علاقه او الفيجن بتاعتها ان هي بتقوي البحث العلمي، دي حاجه لازم الناس كلها تدعمها، عشان في النهايه يعني يا ريت لو نصل لقدام نقدر نعمل نصل لمرحله يكون السودان يكون فيها نظام بحثي قوي جدا، من خلاله ممكن نساهم حتى يعني للسودان وللعالم بالحاجه دي يعني. تمام. فبالنسبه للسودان مستند في حتى البروتوكولات بتاعته على ال WHO وعلى برضو المصادر الثانيه. بالنسبة حتى للخليج، منطقة الخليج يعني لو شفنا للمملكة العربية السعودية ولا الإمارات ولا قطر، اللي هم طبعا عندهم بروتوكولات مطلعين الوزارة عندهم هناك، البروتوكولات ممتازة جدا، وهي صراحة دول يعني اتعاملت مع الأزمة بصورة فيري بروفيشنال، بصورة مهنية. أنا بس الحاجة دار أقولها إنه البروتوكولات المطلعة وزارة الصحة السعودية عموما أو في الخليج هي كلها مستندة على النظام الأمريكي، مستندة على السي دي سي اللي هي اليو اس سي دي سي في امريكا. عشان بس لا، بالنسبه للناس اللي بيكونوا قاعدين في السعوديه ولا الناس اللي مرات بيشوفوا هنا وهنا بيلاحظوا في اختلافات، فدائما كل البروتوكولات الطالعه من وزاره الصحه السعوديه بالذات السعوديه هي معتمده في انظمتها كلها على النظام الامريكي على اليو اس سي دي سي، بخلافنا نحن او بخلاف الدول الافريقيه الاكثر، نحن معتمدين اكثر على اللي هو منظمه الصحه العالميه. طيب بالنسبة لسه المعلومة، طيب والله في كلام كتير طبعا على الدراسات بيتكلم عن الموجة القادمة وما الموجة القادمة، فهي لسه هي إلى الآن الفيروس ده هو لسه الأبحاث شغالة فيه، يعني ما في حاجة مؤكدة إلى الآن، ما في أي شيء مؤكد، ما في حاجة مؤكدة إنه الموجة القادمة 200 ولا مؤكد الموضوع ده هينحسر 200، كلها دراسات وتوقعات مبنية على أرقام، لكن لسه ما في أي حاجة مؤكدة حسب الحاجات اللي بتكون طالعة. عشان كده الى الان الموضوع شنو، الموضوع لسه فيه ابحاث مستمره لسه، لانه هو مرض جديد، ويعني وزي ما بيقولوا طلع كده خلع العالم يعني، فهو لما خلع العالم ففاجئ الناس، فبقت البانيك اللي حصل في البدايه انه هم الناس ما فاهمين دي شنو،
الفيروس ده نفسه الناس اتعاملت معاه على اساس انه هو زي الفيروس بتاع السارس الاول بتاع الصين، لما في النهايه عملوا بحوثات وعملوا ستاديز اكتر وفي النهايه قدروا يتعرفوا على اجزاء من ال من الفيروس، زي مثلا الجين بتاعه شكله كيف وفي حاجات تانية. لكن الحاجه احنا انا الحاجه اللي عايز اقولها، الحاجه اللي بتهمنا عموما هي الحاجه المثبته طلعت انه طرق الوقايه اللي بقت منتشره في كل العالم، اللي هي بتركز على الفيزيكال ديستانس، المسافات الامنه بين الناس، غسيل اليدين، النظافه البيئيه والتطهير لنفسه حوالينك دايما، زائد لبس الماسك كويس، زائد لبس الماسك بالذات للناس اللي عندهم اعراض. دي طرق كلها مثبته علميا انه هي طرق يعني بتمنع انتقال العدوى بصوره مؤكده. عشان كده الناس تحاول، دي الحاجه المؤكده اللي بنعرفها ودي الحاجه كلها مثبته عليها، فالناس تحاول كلها تركز على الوقايه او الاجراءات الوقائيه. بالنسبه بس اخر حاجه قبل ما اختم موضوع الماسكينج، كانت منظمه الصحه العالميه في البدايه كانت بتقول الناس اللي بتلبس ماسك هم ممنوع، بيقول والله يا اما الناس اللي عندهم اعراض او الشخص اللي بيتعامل مع واحد مصاب او عنده اعراض، تمام؟ منظمه الصحه العالميه كانت بتقول الحاجه دي. لكن هسه الموضوع شويه تغير، بقت السي دي سي في امريكا طلعت حتى جايد لاينز، قالت في حاجه اسمها يونيفرسال ماسكينج. اليونيفرسال ماسكينج انه اي واحد طالع من البيت في الببليك، وبالذات لو ماشي حتات فيها ممكن يتعرض فيها للزحمه او كراودنج، ماشي دكان، ماشي مثلا صيدليه، ماشي حته، لازم يلبس ماسك. دي الحاجه اللي كانت طلعتها السي دي سي في البدايه، وهي اكدت عليها تماما على اساس انه في اي سمبتوماتيك كاريرز، في ناس عندهم في ناس ما عندهم اعراض، فبالتالي انت ما هتقدر تعرفهم، فبالتالي الناس اللي عندهم ما عندهم اعراض ديل طلعوا الجايد لاين بتاعت كل الناس تلبس ماسك، عشان لو في واحد هو مصاب وما عارف، على الاقل لو عطس ولا كحه، لو لبس اي حاجه في خشمه بيقدر تكونتين او بيحتوي الرذاذ الطالع من خشمه، عشان في النهايه ما ينتشر وينقل العدوى اللي حوالينه. ودي الجايد لاين اللي طلعتها زي ما قلت السي دي سي، وبقت هسه حاليا المملكه العربيه السعوديه والامبارح تقريبا اعتمدت القرار ده عندهم في السعوديه انه الناس كلها تلبس الكمامه، وبقت حتى اعتمدت انه عشان في مشكله في السبلايز او في شورتج، نقص كبير في ادوات الوقايه الشخصيه زي الكمامات والحاجات دي، فبقت الكمامات الجراحيه او اللي هي شكلها الناس عارفاها الشكل الواحد اللي هي الازرق ببره واللون الفاتح بجوه، بقى هم دارين يخطوها كاولويه للكادر الصحي في المستشفيات، وعلى اساس طلعوا بروتوكول للعامه ان هم يلبسوا الماسكات بتاعت القماش اللي هي دي، طبعا كانت بتوصي عليها دايما السي دي سي، وحتى كانت بتعمل فيديوهات بتوري الناس كيف تصنع الماسكات بالقماش ولا بالقطن في البيوت. ودي زي ما قلت الخليج او السعوديه اسند عليها امبارح. منظمه الصحه العالميه عندها بس متحفظه على الحاجه دي شويه كده، هي حسب الجايد لاين بتاعتها او حسب الادفايس يوز اوف ماسك بروتوكول اللي طلعتها الدبليو اتش او، ان هي بس محايدة في الموضوع ده، هي لا يعني لا أسند على القرار ده ولا هي بترفض الحاجة دي. يعني هي ما هي بتقول والله يا أخي، هي ما قالت إنه الماسك القماش ده ممكن يتلبس أو هو إفكتيف، ولا في نفس الوقت بترفض أو كونترانديكيت أو بتقول بترفض إنه فكرة الماسك القماش. فموقف المنظمة الصحة العالمية في الحتة دي هي متحفظة شوية، بخلاف تقريبا الامريكان والاوروبيين تقريبا كلهم مشوا في الاتجاه، ومعاهم الخلايا تقريبا من يومين مشوا في الاتجاه انه اي واحد بيطلع في الببليك يلبس ماسك، ولو ما لقى الماسك الطبي او الكمامه الطبيه ممكن يصنع الكمامات الجراحيه. وزي ما بتلقوا في اليوتيوب كميه بيكون في الناس قاعده تصنع الكمامات اللي هي بتكون بالقطن ولا بالقماش، فبس حبيت اوضح الصوره دي انه لانه بس الحتات دي فيها حبه خلاف. يعني الناس بتفتكر انه بيقول لك لا هي ان افكتيف، والدبليو اتش او بتقول انه لا هي والله يا اخي قالت عنها ان هي بترفضها. لا، حاليا الدبليو اتش او هي لا بترفضها ولا بتثني عليها، هي محايده تماما موقف الكمامات القطنيه. عشان كده الناس دائما في الكلام او في الديسكشنز عموما ولا حتى في المعلومات تحاول ترجع للمصادر، زي ما قلت قبل شويه المصادر الموثوقه، انت عندك بروتوكول وزاره الصحه الاتحاديه في السودان، عندك منظمه الصحه العالميه في المواقع حقتها فيها اي شيء انت عايزه، السي دي سي في امريكا، في السي دي سي الاوروبي، وعندك برضو الشاينا سي دي سي اللي هو المركز الصيني لمكافحه الامراض. بعد ده انا اقوم اختم واقوم اقول بالنسبه للمحاضرات الجايه ان شاء الله هيتم الاعلان عنها في ده في زي ما قلت لكم في الصفحه، في صفحه سودانيز ريسيرش انيشيتيف، ولا في صفحه دار، ولا حتى في صفحتي انا الشخصيه ان شاء الله. ف
فشكرا لكم وشكرا على زي ما بقولوا حسن استماعكم، ومعليش طولت عليكم. إن شاء الله لما نشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.